في الشأن الإسرائيلي محمود يزبك. أستاذ محمود مساء الخير وشكرا للانضمام إلينا. أسألك بداية عن موضوع الرقابة الإعلامية التي تحدثنا مع مراسلنا في البداية بخصوصها، الرقابة الإعلامية الإسرائيلية بخصوص أعداد القتلى الإسرائيليين في الجيش، وأيضا المتعلقة بتلك الفيديوهات التي تنشرها المقاومة الفلسطينية لاستهدافها جنود الاحتلال في القطاع. كيف تعمل هذه الرقابة وما الغاية منها من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، وهل تستطيع فعلا السيطرة على السردية أو الرواية فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة؟ نعم، يعني أولا الرقابة هي عمليا التعليمات اللي صدرت قبل يومين من قبل الرقيب العسكري هي عمليا إنعاش التعليمات التي كانت قد صدرت مع بداية الحرب. والرقابة العسكرية عمليا لا تسمح بنشر أي شيء في وسائل الإعلام دون أن يأخذ تأكيدا من أو إذنا من الرقيب العسكري. وحتى يعني الوسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية مثل القنوات التلفزيونية والصحافة بمجملها هي نفسها يعني تقوم برقابة ذاتية ولا تحتاج إلى الرقيب العسكري، لأنه الصحافة والإعلام الإسرائيلي مجند تجنيدا كاملا، وحتى أنا سميته وأقوله متواطئ مع الحكومة الإسرائيلية في هذه القضية، ويخفي يعني كل ما يقوله الطرف الفلسطيني عن الحرب، مثلا الفيديوهات والصور إلى آخره. أكثر من ذلك يعني حتى الرقيب العسكري يتدخل في المستشفيات، فالمستشفى لا يستطيع الإبلاغ عن عدد المصابين لديه ونوع الإصابات دون أن يحصل على موافقة الرقيب العسكري لكل معلومة صغيرة أو كبيرة يعني تصدر على المستشفى. فإذا ما توجه صحفي إلى المتحدث باسم مستشفى ألف أو مستشفى باء لا يمكن إعطاه معلومات دون أن يتوجه أولا إلى الرقيب العسكري. ولذلك المعلومات التي يعني واضح جدا أن المعلومات التي تصل إلى الشارع الإسرائيلي هي معلومات يتم الإفراج عنها من قبل الرقيب العسكري ولا تخدم إلا مصلحة الرقيب العسكري. طيب، ولا توخي يعني للدقة أسألك، أتأكد منك سيد محمود، يعني ليس هناك وسيلة إعلام إسرائيلية تستطيع أن تتخذ موقفا معارضا أو حتى محايدا مما يحدث في قطاع غزة الآن؟ يعني قلت كلها مجندة ومتورطة فيما يحدث. نعم، يعني التلفزيونات الإسرائيلية، محطات التلفزة الإسرائيلية جميعها بدون استثناء هي مجندة بشكل، هي مجندة نفسها يعني إذا أردت. الصحيفة الوحيدة التي ممكن أن تجد بها مقالات تحليلية انتقادية صحيفة هارتس فقط، وحتى صحيفة هارتس في الشهر الأول من الحرب تقريبا التزمت يعني عدم الانتقاد الشديد. فقط في الشهر الثاني للحرب بدأنا نرى يعني مقالات تحليلية انتقادية للحكومة ومن شابه. نعم، ولكن يعني في الأسبوع الأخير، في العشر أيام الأخيرة، إذا ما يعني أنا عملت إحصائية معينة، فأنت ترى إنه الصحيفة بدأت تعود إلى رشدها، بمعنى إنه المقالة الافتتاحية وباقي الصحفيين بدأوا يوجهوا انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ولسياستها في هذه الحرب ولفشلها، يعني ينتقدوا الفشل نقدا كبيرا جدا، وهذا كان له أثر على الشارع الإسرائيلي، وبدأنا نرى هذا الأثر وهذه العلاقة ما بين النقد والشارع في المظاهرة الأخيرة التي كانت في يوم السبت التي جرت في عدة مدن إسرائيلية وليس فقط في مدينة تل أبيب. وفي هذه المظاهرات هي مظاهرات سياسية التي بدأت تدعو لأول مرة، يعني هذه المظاهرة فيها دعوة واضحة لإقالة رئيس الحكومة والدعوة للبدء بالتحضير لانتخابات جديدة، يعني حتى في وقت الحرب يريدون أن يكون انتخابات. هذا تطور لافت وجديد في فترة الحرب هذه، ويدل على أن هنالك في معارضة إسرائيلية بدأت ترفع صوتها أكثر وأكثر، ونتوقع أن هذه المظاهرات لن تكون الأولى والأخيرة، هي فقط بداية صيرورة معينة تضغط على الحكومة الإسرائيلية وتضغط على نتنياهو نفسه. ونتيجة لهذا الضغط الذي بدأ الشارع يعني يرفعه، رأينا أنه مجلس الحرب الإسرائيلي قام حسب ما كان يعني في مساء هذا اليوم، الأخبار تحدثت عن مجلس الحرب الإسرائيلي فوض ديرمر اللي هو وزير
وزير يعني الأمور الاستراتيجية في إسرائيل أن يتحدث في الولايات المتحدة عن مشروع